ليش؟ لأني أحب التواصل مع الناس، لأني أبغي يكون لي دور في شيء مهم، لأني أبغى أساعد الناس وأنمو وأتطور، لأني أبغي أصنع الفرق وأغير العالم للأفضل. قطاع الضيافة هو واحد من أهم وأكثر القطاعات نشاطاً وازدهاراً في دولة الإمارات. العمل في فندق السيف التراثي أعطاني الفرصة أني ألتقي بزوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم، أتعرف منهم على ثقافاتهم وعوايدهم وأعرفهم على حضارتنا وقيمنا وإنجازاتنا. عرفت أني أبغي أكون في مجال تقنية المعلومات من أيام طفولتي. في HP Enterprise أنا على اطلاع دائم بآخر التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وأنا واثق أنه راح يكون لها تأثير إيجابي وايد كبير في المستقبل. أني أشتغل كأخصائية مختبرات طبية في مستشفى HMS مردف ساعدني على تحقيق حلمي بأني أساعد الناس بشكل أفضل. هذا الالتزام يعطيني الطاقة عشان أستمر وأتقدم أكثر. في إكسبو 2020 ألهمتني وايد الدعوة التي أطلقتها دولة الإمارات. عرفت وقتها أني في دتكو كلينتك أنا أكون جزء من حملة ابتكار حلول للطاقة المتجددة لإحداث تأثير إيجابي ومكافحة التغير المناخي. أحس أني أمتلك كل المقومات اللي تأهلني للنجاح، لأني أشتغل في بيئة عمل ودية واجتماعية وأحقق من خلالها طموحاتي المهنية. أني أشتغل في بيئة مختلفة الثقافات تجربة عظيمة، تحس كأنك جزء من عائلة عالمية كبيرة. أنا فخورة جداً بكل شيء قدمته دولة الإمارات لدعم المرأة الإماراتية. الحين أنا أدرس عشان أحصل الشهادة اللي بتوصلني أني أكون واحدة من الرواد في قطاع الضيافة. العمل في القطاع الخاص يوفر لك فرص كثيرة للتجارب والتعاون والنمو الوظيفي. دولة الإمارات دولة طموحة وايد وأحلامها كبيرة وايد، وأنا أفتخر بمساهمتي في تطور اقتصادها، وبنفس الوقت عندي شغفي بعملي اللي يساعدني أتطور وأنمو وأكون مصدر إلهام لزملائي. هذا شغفي وهذا دافعي للأمام. انضموا إلينا.